السلام عليكم، اهلا بكم. الفيديو اللي هعمله معاكم دلوقتي فكرته ممتازه جدا جدا وهتعجبكم قوي وبسيطه وناجحه 100% ان شاء الله. هي اللي باختصار كده الفيديو اللي هعمله معاكم اللي هو عجينه الملفي بكل بساطه، ويعني ما شاء الله هتطلع ناجحه 100%. فهقول لكم على المقادير اللي احنا هنستعملها، عشان احنا عملنا قبل كده تورته الملفي وما عملناش العجينه بتاعتها، انا جبتها جاهزه. فالمره دي انا بعمل العجينه في البيت عندي بكل بساطه، وطلعت طبعا الطعم احلى بكتير من اللي ايه بنشتريه. فانا دول 2 مج وفنجان ونص من الدقيق، يعني الفنجان ده كبير يعني يعتبر ايه قد المج ده بتاع اللي بنشرب فيه الشاي بس زايد شويه، المج اللي كلنا بنشرب فيه الشاي ده. بعد كده انا بنخلهم بالمصفى السلك اللي بالزي دي كده او منخل عادي. الدقيق بيتنخل، بحط عليه رشه ملح صغيره، وكمان بنحط كمان عليه المقدار ده نص باكو بودر، نص باكو بيكنج بودر يعني نص معلقه كبيره. فده كل اللي هنحطه هنا. بعد كده انا عندي بجيب بيضة وعليها معلقة خل، والخل بيحوش الزفارة طبعا وبيزود في الهشاشة هنا في العجينة بتاعتنا. بعد كده انا بجيب على البيضة دي كده بعد ما هقلبها كده بمعلقة الخل، نضربها يعني بمعلقة الخل كده عشان تحوش الزفارة اللي فيها. هحط كمان ايه، انا جايبة هنا ده تلج من تلجاه، وضفت عليه مية عشان يفك، عشان عايزة اخد منه نص كوباية ميه متلجه. ميه متلجه يعني هنجيب اللي هو تلج ونسيحه عشان يبقى عايزين احنا الحاجه كلها يعني. ده كده حطينا نص كوبايه ميه متلجه، هنحطها هنا على البيضه بتاعتنا ونقلب. حطينا السوائل كلها على بعضها، وبعد كده هنا الحاجات الجافه دي كلها هقلبها بالشكل ده اللي هي البيكنج باودر ورشه الملح والدقيق اللي احنا عيرناه، وزي ما قلنا 2 مج ونص، يكون مج كبير شويه يعني زي بتاع الشاي، ويكون مليين الكوبايات كويس. وبعد كده انا بحتاج كوبايه، بحتاج زبده متجمده مبشوره، شايفين بشرها ازاي بالشكل ده لان الجو طبعا حر. فانا بجيب كوبايه زبده، زي ما بقول كوبايه زبده متجمده ومبشوره، هقول لكم ازاي بس بعد ما اخلطها هنا. هقلب انا بقى الزبده هنا، المبشوره بتبقى طبعا هشه وكتيره، واحنا يعني هي دي هقول لكم ازاي جبناها الكميه الكتيره دي، طبعا زادت بالبشر، البشر هو اللي زودها يعني. المبشره بشرتها بالمبشره البصل العاديه، انا جبت المبشره العاديه دي بتاعه البصل اهو بشرتها بيها دلوقتي قبل ما جيت اشتغل على طول. بعد كده هقلب بقى الحاجات اللي هي الجافه دي كده، طبعا هقلبها بايديا احسن عشان اوزع الزبده ديت، اضمن انها يعني تتوزع بسرعه لان الجو عندي هنا حر، فالحر هيسيح الزبده وانا مش عايزاها تسيح، انا عايزاها يعني تتوزع في الدقيق قبل ما تفك، يعني عايزاها وهي متجمده كده تتوزع وهي متجمده. وعشان كده حطينا الميه اللي بتاعتنا اللي احنا يعني انا بفلفلها مش بعجنها، انا بفلفل الزبده المبشوره دي اهي، بفلفلها كده بايديا مش بعجن، يعني عجينه الملفيه اللي انا بعملها النهارده مش فيها عجن، ولا هنقعد بقى عجن وفرد وتطبيق والكلام دوت عشان تطلع مورقه، لا هي بالطريقه دي بتطلع مورقه وهشه جدا جدا، مفيش فيها اي ايه تعب ولا مجهود ولا اي حاجه، بس التزمي بالمقادير اللي انا بقول عليها دي وان شاء الله تطلع لك يعني تعملي ملفيه سواء جاتوه او تورته من العجينه دي بكل بساطه وبكل احترافيه. فانا قلبت اهوت وزعت الزبده كلها كده تقريبا. باجي بقى الايه النص كوبايه الميه المتلجه اللي عليها معلقه الخل والبيضه، وبقلبها هنا، سيب شويه كده برضو ايه اقلب في العجينه، مش بعمل فيها يعني مش بعمل بيها عجن،
انا بوزع الحاجات اللي الجافة الاول مع الزبدة وكده، بعد كده بوزع اللي هي الايه كوباية نص كوباية المية المتلجة مع البيضة مع ايه معلقة الخل، وممكن نحط يعني كمان رشة فانيليا، لكن الخل هنا طبعا بيشيل الزفارة زي ما احنا عارفين، وكمان بيعمل هشاشة مع العجينة الايه عجينة الملفية بتاعتنا دي. يعني شوفي انا مش بعجن، انا بقلب بس، يعني ايه بكبسك، باخد بقى العجينة دي انا العيار كله اهو لسه بقيته فيه شوية، يعني لسه بقيت النص كوباية اهيت، اقلبها برده كده واقعد اكبسها بقى ببعضها، يعني انا بلمها كده تكبيس تكبيس في بعضها، بحيث ان انا بعد كده بعد ما بكبسها والمها في بعضها كده، شوف بكبسها تكبيس كده ببعضها، مش عشان افضل محتفظة بالزبدة المبشورة كده تبقى فتافيت جوه العجينة بتسيح بقى في الخبيز فبتديها التوريق ده، يعني الفكرة من ان انا بكبس العجينة تكبيس. يعني شوف هنا نطلع شوية دول كده شايفة، فدول لسه مش متكبسين، نكبسهم عشان ما يبقاش في حتة طرية، يعني بكبسها في بعضها مش بعجنها، بحيث انها كلها ايه تتلم مع الزبدة اللي موجودة عندنا. هي كده اتكبست اهيت، شوف بقت متكبسة في بعضها اهي، العجينة اهي متكبسة كلها في بعضها كده، شيل اللي في ايدينا ده كمان. يعني فكرة العجينة هنا في بتاعة الملفي تكبيس كده، ان انا اكبس الحاجة في بعضها كلها كده اهوت بالعيار ده مظبوط، لا تزودي مية ولا تزودي حاجات من دي. بعد كده باخد العجينة وهي متكبسة اهي بالشكل ده كده، شوفي تحس ان هي ايه حتى متورقة وهي لسه ما اتخبزتش، فاحنا كده او كبسناها كلها مخليناش حتة فيها عجين وما فيهاش زبدة بالشكل كده. باخد العجينة بالشكل ده واغطيها بكيس، احطها بكيس واحطها في التلاجة. اتمنى يكون الشكل كده واضح، هيكبستها كلها بعضها زي ما حضراتكم شايفين اهي، العجينة متكبسة كده اهو، ملمماها ببعضها ومش ضغط كمان جامد، لا اهو مكبساها كده بس ببعضها اهيت. وبعد كده هحطها في التلاجة لمدة ساعة ونجيبها على طول. هنقسم القطعة دي العيار اللي قدامنا ده تلات قطع، وهنفردهم ايه تلات ديسكات او تلات عشان نعمل تلات طبقات، اما عملناهم جاتوه او نعملهم تورتايه ملفيه متوسطه. لكن عايزينها بقى نعملها كبيره، تورتايه كبيره ملفيه كبيره، يبقى هنضاعف المقدار دوت ونعمل بقى خمس ديسكات بحجم كبير. انا هعمل هنا تلات ديسكات، الديسك 30 × 25 يعني تورتايه متوسطه، فانا هدخلها في التلاجة لمدة ساعة وبعد كده هوريها لكم واحنا بنفردها. بس قبل بقى ما اوديها نفردها اقول لكم ايه ازاي عملنا، عرفت العيار بتاع الزبدة بتاعي من يعني من غير الميزان، من غير ما اوزنها، يعني احنا بنقول كوباية زبدة، كوباية زبدة مبشورة، انا بجيب قلب الزبدة اهو عندي. انا مثلا مستعمل كريستال، هتجيبي اي نوع يعجبك، معلش استحملوا منظر ايديا ده. بجيب القالب الزبده بحاله كده وهو بيبقى كامل قدامي، بقيس صباعين ونص، يعني بعرض القالب بقى بيبقى كده طويل، انا باخد بقى بقيس صباعين ونص كده وبقطعهم بالسكينه وبلفهم وبحطهم في الفريزر يتجمدهم قوي عشان قبل ما ابشرهم. يبقى هو ده عيار الكوبايه الزبده، عيار كوبايه زبده وبعدين المبشوره. فعشان كده تعرفي العيار بنقيس صباعين ونص كده على القالب بعرضه، يعني عرضه واقسمه بالسكينه واجمده ابشره بالمبشره، وهو ده الكوب الزبده على العيار اللي احنا عاملينه ده. الوقت ادخلها في الثلاجه لمده ساعه وبعد كده ايه نفرد الديسكات بتاعتنا ونخبزها. والديسكات انا بحطها دايما على ورق، هنشوف بقى ان شاء الله واحنا بنفرد. بس ايه ده انا قلت اقول لكم كل حاجة قبل ما انساها، والوقت هستنى لما نطلعها من التلاجة ونشوف شكلها. وبعد ما فاتت ساعة على العجينة في التلاجة هنجيبها وهنفرد مع بعض الديسكات بتاعتنا ونشوفها. هبرمها بالشكل ده كده عشان اعرف اقسمها، اقسمها تلات قطع، يعني تلات قطع يعني تلات ديسكات.
تقريبا كده يعني بالشكل ده كده. انا هشيل دي خالص وافرد بقى ايه على الترابيزة بتاعتنا دي، بس انا بحب افرده على الورق بالظبط، يعني الورق اللي انا جايباه ده هو اللي انا هستعمله. ماشي، بشيل الحاجة دي. يعني انا بحب افرد على الورق زبدة، بس النهاردة مفيش ورق زبدة عندي للأسف، فانا برش طبعا الورق اللي انا جايباه ده اللي انا هعمله على قد مقاس الديسك بتاعي، يعني 30 × 20 هو ده مقاس الديسك اللي انا هعمله، الثلاث طبقات يعني هعمل ثلاث ديسكات يعني ثلاث طبقات. فاول طبقة هنا هرش سكر بودرة، انا يعني طحنة تقريبا نص كوباية كده، مش هنفرد بدقيق ولا حاجة، احنا هنفرده على سكر بودرة. هاخد اول جزء، اول جزء اهوت اللي احنا عملناه، القطعة اللي احنا عملناها وهنفردها، يعني انا هحاول بقى بايدي الاول كده افردها، اخليها تاخد يعني عرض الايه، عرض الـ عرض الورقة اللي انا عاملاه اللي هو هيبقى عرض الديسك بتاعي. انا هنا عشان العجينة كويسة وطرية وحلوة، زي ما قلت لكم انا برش سكر بودرة، مش برش دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. ليه؟ لان السكر البودر هنا يعني ليه غرض. شوفوا العجينة مش مستاهلة دي، على فكرة مش مردانة، ديت اللي هو القلب الداخلي بتاع الالومنيوم، لفة الالومنيوم بيبقى فيه بكرة كده من الورق الكرتون القوي جدا، عشان ايه بقى بستخدمها زي المردانة، لان العجينة هنا مش مستاهلة ضغط ولا اي حاجة، هي مجرد ان انا بوزعها افردها على مقاس الديسك اللي انا عايزاه، يعني يبقى مرة بالعرض ومرة بالطول، وبحاول افردها فيا ايه، هي العجينة مساعداني يعني، حتى لو العفاية فردناها كده بايدينا هتتفرد، شايفين مش مستاهلة، بس انا بحاول افردها بالمردانة احسن، وبعد كده بسويها. فدي واحط لها سكر، السكر البودر لايه؟ لان السكر البودر ده هيفيدنا في التسوية، السكر البودر هيفيدنا في التسوية، لان بيخليها تحمر بسرعة، لانها بتاخد يدوب 10 دقايق في الفرن، مبتاخدش اكتر من كده يعني، بتاخد 10 دقايق. كل ما نلاقيها محتاجة سكر نروح نرش سكر بودرة عشان مات، لان السكر هو بيحمر وبيخليها تبقى متماسكة الى حد ما، يعني بيديها كده شوية يعني بيجمدها شوية السكر البودر عن الدقيق او اي حاجة. فانا بحاول اهوت ايه اظبط فيها على قد ما اقدر، لان ايه مش عايزة اطول في الفيديو. بعد كده انا باخد يعني كل شوف انا ببطط على الورق، ونفس عرض الورق هو اللي انا هستخدمه، هو نفسه الديسك بتاعي اللي انا هعمله فيه، اللي هعمل منه في تورتة الملفي، او اللي هنعمل منه الجاتوه، ممكن تعملي جاتوه ملفي، ممكن تعملي تورتة، يعني زي ما تحبي، هو بنفس الطريقة ده نفس الديسكات ديت. بعدين قلنا السكر البودر هو ايه بيديها التماسك، مش هيخليها، لان العجينة دي بتبقى هشة وسريعة التكسير، فالسكر ده بيخليها تجمد شوية وتتظبط، يعني تبقى ماسكة نفسها الى حد ما. فانا الحتة التخينة بضغط عليها عشان ايه اطلعها لقدام وتبقى السمك كله متساوي، بس طبعا انا اللي بيحكمني هنا عشان ايه تصوير والكاميرا، وابقى مركزة على الجزء اللي انا ببططه والحاجات دي، لكن هي ايه فردها سهل جدا جدا، مفيش فيه اي مشكلة. وانا ايه رشيت اهوت هنا من تحت سكر بودرة، ومن فوق السكر ايه البودر. فانا باخد بقى كل الديسكات بتاع، يعني انا عملت كده هعمل 3 ديسكات اهو بالشكل ده، احطها كده على بورقها بحالها كده، وهي مرشوشة تحتها سكر، واقوم واخداها فين، ادي الصينية بتاعتنا اهيت، صينية تفال اي نوع، انا بحط ايه الصينية دي كبيرة شوية، حطيت اول ديسك اهو فردته هنا،
بالورق بتاعه، هدخله الفرن، والفرن سخنه يدوب 10 دقايق، ما تسهيش عليه لانه بيحمر، اللون بيبقى ذهبي مش احمر، يدوب كده يصفر كده اصفرار خفيف، بيكون استوى. بطلعهم، بطلع الديسكات بتاعتي كده هنا في بين الصينيه، احطها قدام المروحه تبرد، وبعد ما بتبرد بجيبها على طول بعد ما ادخلها الفرن. بدخل انا ادخل 2، واحد كده وواحد كده، ادخلهم في الفرن. بعد ما يطلعوا احطهم قدام المروحه يبردهم خالص عشان اعرف اي اتعامل معاهم ونشوفهم، لان ما ينفعش نمسكهم وهم سخنين، بيبقوا دايبين قوي. وانا هعمل الديسك التاني زي ما قلت لكم اهو، بجيب الورق اللي انا لان عامله الديسكات كلها في الورق ده، بيساعدني على ان ايه، ان انا ما اضيعش يعني، ما هضرش ورق من، ما هضرش اقعد اقطع عجين من هنا ومن هنا واضيع في الوقت. فانا بشوف حتى العجينه اهيت، انا ببرمها كده اهوت بعد ما طلعتها وهي من التلاجة، وبكبسها وبحطها في الوسط كده. يعني انا بحاول افرد كده اهوت عشان تاخد عرض الايه، عرض الورق اللي انا حطاه محدده، سواء كان ورق زبده او ورق كراريس زي ما انا حطيت كده، لان انا ما كانش للاسف عندي ايه ورق الزبده، وانا بحاول ايه اسويها بايدي كده بحيث ان هي تاخد العرض، لما اجي افردها بالمردانه يبقى الفرد ايه في اتجاه واحد ما يضايقنيش كتير. يعني احط بقى شويه سكر بودر، هو هي نص كوبايه من السكر البودر، وهي بضرب بقى واحده كده لقدام شويه والورا شويه، بحيث ان انا إيه العجينه سهله سهله جدا، مش محتاجه ضغط. زي ما قلت لكم انا مش مستعمله مردانه حقيقيه، هي بكرتونه بتاعه. انا عندي مردانة كبيرة وعندي التانية النشابة برضو العريضة دي، بس انا بوري لكم ان ده حاجة بسيطة هي ممكن بنستعملها وبكل بساطة وخفيفة بدون ضغط. بقعد اسويها، لو احنا عايزين طبعا الديسكات بتاعتنا تكون اكبر من كده زي ما قلت لكم نضاعف الكمية ونعمل الديسكات بتاعتنا زي ما هي. فانا بحاول ايه هسويها بقى، هساوي الحروف بتاعتها وهي بايديا وكده. لو دع الامر بنا بالسكينه بساوي الحروف بتاعتها، عفوا بعد كده انا هحط الديسك ده مع الديسك التاني في الصينيه. بقى عندي 2 متوسطين هدخلهم في الفرن لمده 10 دقائق، ونجيبهم بعد ما نبردهم قطاط المروحه ونشوفهم مع بعض. الديسكات بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وبردتها قصاد المروحة واخدة اللون الذهبي، واتمنى يكون واضح اللون ان هو يدوب خفيف كده، مش تسوية جامدة. وده الورق بقى هو اللي بيحميها من تحت اهوت، طبعا بارد فبيبقى سهل اهوت بنفصله. انا بفصله بكل احتراس، ليه؟ لان اللي هنا زي ما قلت لكم احنا رشين سكر، فاحنا بنشيل بقى الورقة من تحتها، لان السكر ده بيخليها متماسكه. نقدر ايه نشيل الورق اهوت، وده الظهر بتاعها اهو جميل جدا ومتماسك بعد ما بردت تماما، لان هي دايبه خالص ومش مستحمله. فده ديسك واحد اهوت، ده التاني برضو سهل اهوت ان هو بيطلع، لانه بعد ما بيبرد خالص اهوت ده الورق. هنا نشيل الورق يبقى عندنا الديسك ده. ناخد بقى طبعا الديسكات بتاعتنا دي كده، يعني هما احنا عملنا 3، العيار بتاعنا عمل لنا 3 ديسكات، فده لسه في الورق بتاعه اهوت، هنشيله هو كمان منه، بنفصله لان بيتفصل بكل سهوله بعد ما بيبرد. عايزين نعمل بقى جاتو، هنحط بقى الطبقات بتاعتنا زي ما عملت معاكم قبل كده، هنقول هن ديسك فوق ديسك، واحنا طبعا محددين الورق كله، فهيبقى شوفي مفيش فيه تهدير كتير، يبقى طبقة واثنين وثلاثة، وهتبقى حلوة وسهلة، مش محتاجة ان انت تقعدي تساوي بقى وتعملي في حكاية ان انا بجيب الورق بالمقاس وافرده بالمقاس من البداية. ديت بتوفر عليا ان انا ايه يعني ما اسويش كتير، وتبقى التورتية سهلة عليا في العمال بتاعتها. فديت بقى اللي هي لو عايزين بقى اللي هو المقاس الكبير، ممكن بقى نعمل نضاعف الكمية ونعمله كويس. هو دايب قوي يعني، ما شاء الله ناعم وحلو، وطريقة السكر من فوق ومن تحت تخليه متماسك. لو عايزة الديسك ده نفسه ما يبقاش
مسطح كده بالشكل ده، وعايزاه يبقى زي اللي بنشتريه جاهز، بيبقى منفوخ كده وبيبقى طبعا سهل التكسير زي ما انتوا عارفين. ما تخرميش الوش ده كده بالشوكة، لان انا بعد ما بططته نسيت اقول لكم ان انا خرمته بالشوكة عشان ما يقبش. لكن لو عايزاه بقى يعني بيقب شوية ويبقى عالي، فانا بقى ايه بفضل ان هو يبقى فلات كده، بحيث ان انا لما بفرد اي حاجة سهلة، مفيش حتة عالية وحتة منخفضة وتبقى الحاجة كلها متساوية. لكن بقى عايزاه يبقى منفوخ قوي شوية. عموما هو هش يعني مش مستحمل ايه، او عايزه ايه نشوف حته كمان كده، الهشاشه هش جدا ومش مستحمل اهوت، انا مش عايزه اكسرها. او شوفي مفيش، مش يعني مش مستحمل بصراحه. فديت بقى الطريقه دي، لما تاخديه بعد ما تخلصيه ويبرد ممكن تاخديه بالورق بتاعه كده 3 طبقات وتدخليهم جوه كيس او علبه وتحطهم في الفريزر يتجمدهم قبل ما تيجي تشتغلي. بيبقى سهل برضو ان الورق يطلع، وبيبقى سهل ان هو ده يفضل متماسك وانت بتحطي الحشوات بتاعتك، الكريمات، الحاجات اللي ايه، وخصوصا في الجو الحر. فديت اللي هي طريقة باختصار عمل عجينة الملفي، ومقاديرها بصراحة يعني سوبر سوبر، والطريقة ديت سهلة سهلة جدا جدا، ويعني طريقة سوبر ان شاء الله تعجبكم جدا جدا، وهتتبسطوا منها لما تنفذوها. اتمنى تكون الفكره وصلت وعجبتكم، واتمنى تنفذوها، ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه. تحياتي عزه زيدان.